ما يوصل لأنسب وضع ليك وأحسن توظيف ليك يعني. دي طبعا بعض اللقطات لمروان محسن، يعني ده فيديو خاص بينا طبعا. أنا شفت صور طبعا على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بس حبينا نعرف وقلنا هنجيب برضو لحضراتكم، هنحاول طبعا نقول لحضراتكم هو في إيه، بس واضح إن هي بسيطة الحمد لله بيطلع على ماشي على كل. ودي طبعا لقطات حصريه لقناه النادي الاهلي. كلنا بنطلع من المباريات واخدين الكدمات دي وبنقعد نحط رجلينا يعني في تلج، المهم يكون بعيد عن 48 ساعه يعني. بتبقى الحكايه ان شاء الله كويسه. لكن هي المشي، طريقه المشي حتى تقول بيدوس عليها طالما مشكله ان شاء الله يعني. لا مفيش مشكله ان شاء الله ما يبقاش في مشكله. طيب